مرحبا. يعرف النظام الملكي بأنه نظام حكومي يوجد به شخص واحد كرئيس دائم للدولة حتى يموت أو يقوم بالتنازل عن منصبه. عادة يكون منصب الملك وراثي، مثل نظام الملكية الشهير في المملكة المتحدة. دعونا أصدقائي نتعرف على أنواع الأنظمة الملكية. أولا النظام الملكي المطلق. في الملكية المطلقة يكون للملك السلطة الكاملة على الحكومة وعلى الشعب أيضا. ويمكن أن يتم تعيين مجلس من المستشارين لمساعدة الملك، ولكن أعضاء هذا المجلس لا يتخذون القرارات الكبرى. وقد أصبح هذا النوع من الملكية نادرا بشكل متزايد، لأن العديد من البلدان أصبحت تشعر بالقلق من إعطاء شخص واحد السلطة دون رادع. وتعد مستويات السعادة عند المواطنين الذين يعيشون تحت الحكم الملكي المطلق أقل بكثير مقارنة بالمواطنين الذين يعيشون تحت الحكم بالملكية الدستورية. في هذه الحكومات في العادة تخضع للمراقبة الدقيقة من الدول الأخرى التي تتعامل معها والتدخل بسياساتها وشؤونها الداخلية والخارجية. وأما عن النوع الآخر من الملكيات فهو الملكية الدستورية، فتكون سلطة الملك في الملكية الدستورية مقيدة بدستور البلاد، وربما تكون السلطة الفعلية موجودة في يد مجلس النواب المنتخب وبالحكومة المنتخبة أيضا. الديمقراطية الدستورية يكون الملك في كثير من الأحيان قادرا على الاعتراض على التشريعات التي يشعر بأنها تتعارض مع المصالح العليا للبلاد. يكون قادرا أيضا على حل مجلس النواب إذا حدثت ظروف معينة أيضا. هنا أصدقائي، ما هو نظام الحكم في بلدك؟ وإذا كان نظاما ملكيا فما هو نوع النظام الملكي فيه؟